تفاصيل احداث قصة الميلاد بتأكد على المعاني اللي احنا بنقولها، زاوية منها بتأكد على صورة الضعف، وعلشان الرب جاي في هذه الصورة هو دايما مهتم بالمستضعفين في الارض، انجاز التعبير، الناس المهمشين اللي يمكن مش بطبيعة الاخرين انهم يتوجهوا ويهتموا بيهم ويديهم الاهتمام، زي مثلا الرعاة. في ذلك الوقت الرعاة ما كانوش متعلمين، ما كانوش من وجهاء القوم، ما كانوش من الناس اللي مترفين وشيك واصحاب المراكز الاولى، لكن كان بيهلكهم التعب والبرد والرعي، واهتم انه يوجه البشارة ليهم. تعالوا نتذكر مع بعض تفاصيل هذا الامر.